السلام عليكم الحباب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. معكم الفيصل في الفلوج. جيت اليوم ما جيت نحكي لكم على نفسي ولا على الاصفار تاعي ولا على التجارب تاعي، ولكن جيت نسمع منكم ونتعلم لعندكم. في التجربه هذه انا راح نسمع 50 جزائري استجوبتهم على الوجهه المفضله تاعهم، وبالخصوص على الوجهه الغير مفضله تاعهم. هذوك 50 جزائري كان منهم اللي ساكن في الجزائر، وكان منهم ثاني اللي ساكن في المهجر. راح تشوفوا باللي 14 دوله عايشين فيها جزائريين في الخارج راح تكون ممثله في الفلوج تاع اليوم، من بيناتها فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، امريكا، كندا، راح تشوفوا ثاني تركيا، اوكرانيا، روسيا، الامارات، قطر. يعني كان بزاف دول راح يكونوا ممثلين ان شاء الله في الفيديو هذه. هذوك الجزائريين كان منهم 25 مراه وكان منهم 25 رجل، يعني درت لا باريتي 50-50، المساواه جيسكو بو كيما نقولوا. هذوك المشاركين تاعنا كلهم شبان، يعني يمثلوا جميع شرائح المجتمع. من بين 50 مشارك معنا هذو الاحباب كانوا كاينين طلاب، كانوا كاينين مهندسين، كانوا كاينين موظفين اداره ولا موظفين في القطاع الخاص، كانوا كاينين، كان معنا واحد طيار، كان واحد معنا ينخشيتال، كان يخدموا في لابونك، كان اللي يخدموا في القطاع يعني المحروقات، كان اللي يخدموا، كان معنا ثاني دي تكنيسيان سيبيريور، كان معنا من جميع شرائح المجتمع. دونك هذيك الحاجه اللي حبيت في الفيديو هذه، ما حبيتش الناس برك يكونوا في خيط واحد، ولا الناس تكون جميعها سافرت، ولا تكون الناس جميعها ساكنه في الخارج. حبيتها تكون ان فيديو غوبريزونتاتيف، يعني تمثل الشباب الجزائري تاع اليوم. من بين 50 مشارك الحباب هذوك كان ناس راح نشوفهم سافرت بزاف معنا في البلوك هذا، وربما تكونوا تعرفوهم. كان ناس سافرت ربما شويه دول، 5-6 ربما 10 دول. انه نسمع الصوت تاع الناس اللي سافرت برك، ولا اصحاب اللي نعرفهم، ولا المسافرين. قلت انا فيصل حاجه مليحه انك تسافر مع الناس وتحكي مع الناس سافروا، ولكن بالخصوص لازم تسقسي ثاني الناس اللي جامي سافر، جامي سافرت، واللي نوات اي ناويه تسافر ان شاء الله كيف تفتح الحدود وتروح لدول، ويعني جوست بعد الحدود ولا في يعني في المستقبل باذن الله. باش نحكي لكم على داك الشيء الاحباب، لانه هذوك الناس هما انتوما، هذوك الناس هما حنايا، هذوك الناس هما جميع الجزائريين. حبيت تسمع صوتهم اللي كانوا عايشين في الجي، ولا اللي عايشين في وهران، ولا في قسنطينه، عنابه، سطيف، ولا مع باش، ولا جزائريين هنا اللي في الغربه، لانه حنا كامل جزائريين، كامل عندنا جواز سفر جزائري، وسختو كامل رانا نواجهوا نفس الصعوبات، وعندنا ربما نفس الانطباعات في بزاف بلدان، وخصوصا ربما عندنا بزاف الاستيريوتيب على بزاف بلدان. دونك دوكا انا راح نسمعوا ال 25 مشارك الاول، وما راح يقولوا لنا الدوله اللي يحبوها والدوله اللي ما يحبوهاش بزاف، باش ما نقولوش كرو، لانه ما نحبش لو تام هذا تاع نكره الدوله. كل دوله سا ميري دات فيزيتي، وكل دوله يعني عندها الخصوصيات تاعها. دوك راح نشوفوا 25 مشارك الاول هذوك، ومن بعد نتلاقاو نشرح لكم هذه الحاجه، ومن بعد نكملوا في ال 25 مشارك الثاني. الي ليتس جو. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. بون لو بي اللي عجبني بزاف سي بيان الامريكان يو اس، ولو بي لو موان سي لا فرانس. فوالا سلام. لو بي كي جام لو بلوس يونا تيلمون، مي الي جي ديري لا نورفيج. اي لو بي كي جام لو موان لا بلجيك. السلام عليكم فيصل. البلاد اللي يعجبني بزاف لي زيتازوني يو اس اي، واللي ما يعجبنيش مصر. الو، لا ديستيناسيون اللي حبيتها لو بلوس سي تي لي فيليبين، اي اللي حبيتها لو موان سي تي هونغ كونغ. السلام عليكم. لو بي اللي عجبني بزاف لا هولندا، بار كونتر لو بي ولا لا فيل اللي ما لقيت فيها روحي فاري. لو بي اللي عجبني بزاف فيتنام. لو بي اللي ما عجبنيش بزاف امارات دبي. لو بي كو جام سي اليابان. لو بي كو جام با سي لا كوري دو نور. ميير بي بور موا سي لا نورفيج. لو بيير لو موفيز سي لا تركي. نقول لك البلاد اللي حاب نروح فريمون، اللي حاب نروح ليهم انا توسكي افريكان، جادور توسكي افريكان. باغ اكزومبل انا حاب نروح لسود افريك ان اكزومبل، والبلاد اللي مانيش حاب فريمون نروح ليها ما كانش، شغل كاع انا حاب نروح ليهم. لو بي كي جام لو بلوس سي لاندونيزي، اي لو موان سي دبي. البلاد اللي عجبني بزاف اليابان، والبلاد اللي ما عجبنيش بزاف هو الهند. لو بي كي جام لو بلوس سي بيان لي يو اس اي، بار كونتر نحبهم كامل. السلام عليكم فيصل. بون البلاد اللي نحبها بزاف سي بيان لانجلتير، واللي ما نحبهاش سي لا سيربي. فوالا. الو الو فيصل، جي ساكي تو مازان، جيسبر كامل راهم نشوف هاد لا فيديو راهم بخير. الو بور لي كيسيون لي بوزيت لي ديجا، بور لو بلي اللي نحبو جيري لا غريس، سيمون لي اللي نحبو لو موان ما كنتش حاضر جاوب، مي خلينا نقول لي جوج. Salut, alaikum. Le pays qui m'a marqué bzaf, sans hésiter, c'est la Palestine. Le pays qui m'a marqué le moins, je dirais plutôt une capitale, la capitale de la Croatie, Zagreb.
Hello! Le pays que j'aime le plus, c'est la Nouvelle-Zélande. Celui que j'aime le moins, c'est l'Islande. Bisous! Everyone, so the country I like the most is the country where I'm living right now, which is Netherlands. Sadly, the country I didn't like that much is Belgium. Thank you so much. Le pays que j'aime plus, c'est Canada. Le pays que j'aime moins, c'est la Chine. سلام deux questions très difficiles. البلاد اللي عجبتني بزاف بزاف وحبيتها سي المكسيك اللي جاتني شويه صعيبه وما ارتحتش فيها بزاف بزاف ما غير شابه كوبا ميرسي بوكو السلام عليكم لو بيي اللي عجبني لو بلوس هو لانجلتير سورتو لندن ولو بيي اللي عجبني لو موان سي لا هولندا ميرسي بونجور تو الموند alors le pays qui m'a marqué c'est Espagne plus précisément Ibiza et le pays que je n'ai pas aimé c'est Dubaï le pays que j'aime bien l'Australie et le pays que j'aime moins, la Corée du Nord. Salam, j'espère que nous prêts. Bon, le bled que j'aime bien, c'est l'italien, bla mahko l'italien, ou le bled que j'aime bien, c'est la Slovaquie. Le pays que j'aime bien, c'est l'Italie, et le pays que j'aime bien, c'est l'Inde. Bon, le bled que j'aime bien, c'est Malta, un pays que j'ai moins apprécié, la destination, c'est le Bahreïn. قبل ما نكملوا مع ال 25 مشارك اللي مازالوا نحبيت برك نتوقف ونشرح لكم يعني بطريقه سريعه وشنو هما القوانين اللي فرضتهم انا على المشاركين توعي في الفيديو هذيا وكانوا لازم يحترموهم باش يعني تكون الفيديو قصيره ما تجيش طويله بزاف وسخطو باش تكون فيديو ناجحه اللي راح تفيدكم وتمتعكم باذن الله بروميير كونسين ولا لا بروميير ريغ اللي قلتها لهم هو انه لا فيديو اللي بحثوا عليه لازم تكون ما بين 7 و 10 سكوند ماكسيموم يعني 10 سكوند كاقصى تقدير لانه رانا 50 مشارك وما نقدروش نمدوا بزاف الوقت لبزاف الناس دونك لو كان كنا 5 ولا 6 مشاركين ربما يعني كانت راح تجي سهله بالنسبه ليا سهله بالنسبه ليهم وراح تكون يعني فيديو قصيره نوعا ما ولكن 50 مشارك 10 اونت سيتي دي سكوند سيتي لا ريغ بالنسبه ليا القانون الثاني اللي فرضتو على الناس هذوما اللي شاركوا معايا ونشكرهم ومازال نزيد نشكرهم في لافان تاع لا فيديو هذه هو انه كي يصوروا لا فيديو تاع المشاركه تاعهم ما لازمش يصوروها كيما في الستوري هكذا ولكن لازم يصوروها دي مانيغ اوريزونتال يعني افقيه باش هكذاك تساعدني انا في المونتاج ما حبيتش واحد يصور لي هكذا واحد هكذا ولا هكذا دونك هذاك الشيء كان اللي يصور بالكاميرا كان اللي يصور بالتليفون تاعو اكسيتيرا دونك هذاك الشيء خليت لهم يعني لا ليبرتي فيه القانون الثالث وربما مهم ثاني هو انه ما لازمش كان واجب عليهم انه ما لازمش يشرحوا لي علاش ما يحبوش البلاد هذيك ولا علاش يحبوها ولا كيفاش راحوا لها ولا شحال استقامت لهم الاسئله هذو قلت لهم الله ينوركم الحباب ما عندناش بزاف الوقت سيو بر قولوا لي البلاد اللي حبيتوها بزاف البلاد اللي حبيتوها بزاف لانكم زرتوها وكانت عندكم تجربه مليحه فيها ولا ما حبيتوهاش بزاف لانكم زرتوها وما كانش فيها تجربه مليحه في ديك البلاد ولا عندكم نظره عليها لانه كان بزاف ناس ما سافرتش وشاركت معنا في الفيديو هذه دونك ما حبيتش يشرحوا لي علاش تو سامبلومون ربما فرصه اخرى نمد الكلمه الناس واحد اخرين ويشرحوا لنا علاش ما حبوش ولا علاش حبوا البلدان هذوما دونك هذا كان القانون الثالث القانون الرابع ربما الاخير هو انه لا فيديو هذه كانوا لازم اذا قدروا يبحثوا لي في الميل تاعي بو كون بيس غادي لا كاليتي تاعها كان بزاف ناس يعني بحثوا لي في الميل وكان اللي ما قدرتش انه كانت خدامه ولا جات في الدقيقه التاليه ولا هذه ربما عده اسباب دخلوا في هذاك الشيء وانه الناس هذو كانوا يبحثوا لي واتساب ولا في فايبر ولا ما في ميسنجر ولا واسمو كنت غمض عيني يعني بالمقدور ما كنتش نحب نزير بزاف في هذاك الشيء لانه كل واحد الظروف تاعو كل واحد ولا كونيكسيون تاعو كل واحد يعني والاسباب تاعو دونك على العموم كان هذو هما يعني القوانين اللي كانوا لازم يتقيدوا بهم وحبيت نشكرهم ثاني لانه على العموم تقيدوا بهم بون كان اللي دار اللي مشارك تكونوا ربما روماركيتوها اللي دار هذاك شوت بارتيسيباسيون مشاركه تاع 4 ولا 5 سكوند وكان اللي دار لي تاع 12 13 يعني غمضت عينيا ما حبيتش نكون يعني صارم بزاف وكامل لانه هذا كامل ضحكه وبليزير فاني نسيت الفليكسيبيليتي كملوا تركا مع ال 25 مشارك اللي مازالوا لنا وتلاقاو ان شاء الله في لافان تاع لا فيديو هذه الي ليتس جو كوكو الوغ بور ما بار البلاد اللي عجبتني بزاف دبي واللي ما عجبتنيش بزاف لا بلجيك ذا كانتري اي لايك يو مراكو مي باكستان ذا كانتري وي دونت لايك فور مي سربيا اورسو فور مي سربيا ايفن يو سربيا يا يو واز باد اكسبيرينس سربيا الوغ Ma préférence se porte sur l'Inde, mais pour les pays que je n'aime pas, tout simplement, il n'y en a pas. Alors la question elle est un peu difficile, mais le pays que j'aime le plus, c'est les États-Unis, et le pays que j'aime le moins, c'est l'Égypte. زلف لون البلاد اللي كنت متمنيه نعيش فيها وحبيتها قبل ما نجي ليها على خاطر قريت كامل الادب تاعها هي روسيا
ودوك راني عايشه في روسيا. البلاد اللي ما عندي حاجه فيها فيزيتيها ولا ما فيزيتيهاش كيف كيف هي تونس. For me, the country that I love the most after my country is Sweden, and the country that I don't like or maybe I have bad experience with is Serbia. Coucou les amis, alors le pays que j'aime le plus c'est les USA et le moins c'est les Maldives. Merci. Le pays que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup c'est la Mongolie. Le pays que j'aime beaucoup c'est Dubaï. Alors le pays que j'aime c'est l'Angleterre et le pays que j'aime moins c'est l'Arabie Saoudite. السلام عليكم الحباب ان شاء الله تكونوا لاباس بون لو بي اللي يعجبني بزاف سي بيان لا سويس اي لو بي لو موان سي ليستوني ميرسي. الدوله اللي نحبها هناك بعض من الدول اللي منها السعوديه اندونيسيا تايلاند ودول اللي نكرهها او دوله اللي نكرهها يعني ما فيش دوله نكرهها لكن دوله بلجيكا ما نحبهاش. البلاد اللي تعجبني مو ما رحت لهاش بصح راني حاب نروح لها هي البيرو. ولي ما تعجبنيش هاد البلاد ما تعجبنيش كانت عندي اكسبيريونس عيانه فيها هي فرنسا. كوكو انا مال بيي جي ادوري سي لا تايلاند سان بيي كو تروف مانيفيك سينو لي ما عجبنيش بزاف لاند. السلام عليكم طول الموند. البلاد اللي تعجبني بزاف هي الاندونيزي واللي ما تعجبنيش بزاف هي لا فيلاند. البلاد اللي عجبني بزاف لا سويس اللي ما يعجبنيش كندا. لو بيي كو جيم لو بلوس سي لانجلتير اي لو بيي كو جيم لو موان سي لالماني. Assalamu alaikum. So it's really difficult to choose which country is the most important I'm most interested in. بصح بتدخل خيار اسبانيا. و the least country I'm interested in راح يكون الامارات. السلام عليكم. البلاد اللي عجبتني وحبيتها هي اسبانيا خصوصا ايبيزا. واللي ما عجبتنيش فرنسا. انا نحب بزاف ايطاليا نموت على ايطاليا. البلاد اللي نحبها نروح لها نحب نروح لاغريس نحب نروح للتشيك ونحب ثاني بالي اللي جامي نروح لها سي الروس. سالو فيصل. alors le pays que j'ai aimé le plus c'est le brésil et le pays que j'ai aimé le moins c'est la thaïlande. hello le pays اللي عجبني بزاف سيتي لا كرواسي واللي مانيش حابه نروح له هو البحرين. السلام عليكم ليكيم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. البلاد اللي عجبتني هي لي زيتازوني والبلاد اللي ما عجبتنيش لي الموريس. الوغ لو بيي اللي حبيتو بزاف هو ليجيبت. حبيت بزاف الناس والامبيونس اللي فيه. لو بيي اللي ما يعجبنيش ولا مانيش انتريس باش نروح ليه هو لو فينيزويلا. فيصل البلاد اللي تعجبني لانجلتير والبلاد اللي ما رحتش ليها الهند. لو بيي كي جي ايمي لو بلوس سا دو تيتر ليتالي اللي ما عندي حاجه فيه لو جابون. حقنا لا فان تاع لا فيديو هذه. حبيت برك نقول لكم باللي راني فرحان فخور وشكور لاي واحد شارك معنا في التجربه هذه. 50,000 ميرسي 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 انوميمو صحابي حبابي ومام يافي خويا دونك لا فامي تاع لي بارتيسيبا في لا فيديو هذه. كاين ناس شاركت معنا من الجزائر وناس من الخارج. كاين ناس كانت خدامه يعني صورت لا فيديو هذه تاع لا بارتيسيباسيون تاعها من المكان الخدمه تاعها. كاين ناس اللي صورتها في الليل كان بالبيجاما كان في النهار يعني كانوا هذا من ناضوا اكسيتيرا. دونك هذيك لا سبونتانيتي تاع بزاف ناس شاركوا معنا توشتني انايا شخصيا بزاف بزاف. دونك ميرسي انوميمو شكرا جزيلا الله ينوركم. قبل برك ما نختم الفيديو هذه تفكرت برك زو صوالح كي شفت الفلوغ هذا لانه انا شخصيا ما شاركتش فيه. ربما ندير لكم فلوغ واحد اخر وين نحكي على بلاد ولا البلدان اللي حبيتهم والبلدان اللي ما حبيتهمش بزاف. ربما لفت انتباهي انه الجزائريين صح بون هذيك تاعي ودي البلاد اللي نحبوها بزاف حنايا يعني انا ما دهشتني شخصيا كي شفت بلي اغلبيه ماشي اغلبيه الجزائريين ولكن بزاف الجزائريين كانوا يحبوا امريكا يحبوا كندا يحبوا بريطانيا يحبوا اوروبا استراليا يعني هذاك ما يعني حاجه ما دهشتنيش. الحاجه اللي دهشتني هو في البلدان اللي ما يحبوهاش. كنت نستنى واحد يقول لي اسرائيل ولا واحد في الخمسين قال لي اسرائيل. ربما ما قالوش لانه ما يحترفش بها ولا خافوا ولا الله اعلم. نحط هذاك الشيء بجه. الحاجه الثانيه هو انه حرت كيفاش دول كيما الهند صربيا وخصوصا بلجيكا كانت من الدول اللي ما يحبوهاش بزاف الجزائريين. هذو الجزائريين سقستهم انا واللي قالوا لي ما يحبوش بلجيكا صربيا ولا الهند يعني ما يتعرفوش بيناتهم يعني ماشي مونتاج ولا هكذايا. انا شخصيا جامغي بيان فوا لا ريبونس ان سيجور. ربما بالك نسقسي الناس هذوك يعني اون بريفي علاش ما تحبوش الهند ولا علاش ما تحبوش صربيا ولا علاش ما تحبوش بلجيكا. ربما على التجارب اللي عاشوهم تما ولا ربما سمعوا ناس ولا ربما حكاو ولا قراوا ولا شافوا صوالح على الدول هذه ما عجبتهم.
وكان هذا هو الهدف تاع الفلوغ هذا، هو انه مام الناس اللي ما سافرتش وحبيت نسمع منهم ونشوف من عندهم شنو هي الدول اللي ما يحبوهمش وشنو هي الدول اللي يحبوهم. لحقنا دونك لا فري فان تاع لا فيديو هذه، وقبل ما نختمها حبيت برك نقول لكم لا حبيتوا تدعموا لا فيديو هذه بك ان جام ان كومونتير ولا جوست ان بارطاج باش هكذا تلحق الناس واحد اخرين يتعرفوا على التجربه هذه، وسورتو انتم اللي راكم تشوفوا في الفلوغ هذا دونك ماذا بينا تقولوا لنا تحت ان كومونتير شنو هي الدوله اللي تحبوها اكثر من الاخرين والدوله اللي ما تحبوهاش اكثر من الاخرين سي جوست دير. وسورتو فوالا دونك هل يا ترى كان الناس شفتهم في ال 50 مشاركه هذا تتفقوا معاهم في الاراء تاعهم في التجارب تاعهم اللي شخصيه وما تخصهم غير هما كما تخصكم كما التجارب تاعكم ما تخصكم غير نتوما اكسيتيرا. نقولوا لنا تحت ان كومونتير هل يا ترى راكم تشاطرون الراي ولا لا لا. حباب قبل ما نختم لا فيديو هذه تلاقيت هنايا مع تخوا وزاد كوا جايين فرونسي فوالا وزاد alors on a la Tunisie on a le Maroc mais après ils sont français tu vois. Alors je vais leur poser la même question que j'ai posé aux participants d'Anna. Alors on va commencer par aller de gauche à droite. C'est quoi ton pays préféré? La France hein, parce qu'on a tout. D'accord, très bien. Et le pays que tu aimes le moins? Est-ce qu'il y a une destination que, où tu aimerais pas aller par exemple? Non, en vrai non, parce qu'il faut tout découvrir dans la vie. D'accord, très bien, ok. Alors c'est quoi ton pays préféré toi? C'est le Maroc parce que c'est mon pays. D'accord. Et le pays que j'aime le moins c'est la France. Décidé, on s'est content avec ta copine là. J'aime pas la France. Moi, mon pays préféré c'est le Maroc. Ouais. Celui que j'aime le moins c'est la Chine. Ah, c'est la Chine carrément. Ouais, écoute, pourquoi la Chine alors? Je sais pas, j'aime pas. À cause du corona, ça n'a rien, rien à voir. Même pas. Bah écoutez, je vous remercie pour la participation. À très bientôt. Ciao, ciao. حباب كيما راكم تشوفوا مع لي 3 جون هذا ما ختمت لا فيديو هنا جات سبونطاني تلاقيت بهم سقسيتهم وكان عندهم راي واحد اخر مخالف. مضرب هذا نختم الفلوغ تاعي تاع اليوم كيما راكم شفتوا تلاقيت مع 3 واحد اخرين دونك فينالمون لا فيديو هذه فيها 53 مشارك. الله يبارك ما شاء الله. وما بقى لي غنقول لكم ثاني تهلاو في روحكم وفي الاخرين ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير.